في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها حفاظا على الأمن والسكينة العموميين، نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران بالتنسيق مع أمن ولاية وهران مداهمة مشتركة واسعة النطاق على مستوى دائرة الثانية، شملت بؤر الإجرام والأماكن المشبوهة، أين أسفرت العملية عن تعريف 536 شخص و96 مركبة، توقيف 21 شخص من بينهم 14 كانوا محل أوامر عدلية، حجز 485 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، 10.4 غرام من الكيف المعالج، 234 وحدة مشروبات كحولية من مختلف أنواع والأحجام، مبلغ مالي قدره 426 ألف دينار جزائري من عائدات الإجرام، أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام. كما تم استرجاع مسروقات مع وضع 8 دراجة نارية بالمحشر. يبقى الرقمين 10.55 بالنسبة للدرك الوطني و 15.48 بالنسبة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما يمس بأمنهم سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.